السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بالخير واليمن والمسرات، نحييكم في برنامجكم برنامج الريس، لنواصل معكم تقديم هذه الحلقات الاستثنائية والتي تواكب المهرجان الغالي على قلوب أبناء الخليج، المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. مهرجان يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، حيث يتواصل بل تتواصل كل أشكال الدعم لهذه الرياضة العربية الأصيلة، لنواصل من خلالها تمسكنا بهذا الموروث الأصيل، حيث نجدد العهد دائما بحفاظنا على هذه السلالات الأصيلة في رياضة الآباء والأجداد. بعد التحية بكم يسرني أن أحيي زملائي في الاستديو، غانم بن ردة الهاجري وراشد بن حارب السعدي وفهد بن مبارك بن حباب الهاجري وأيضا حامد بن ناصر النعيمي وسهيل بن بطي بن غراب الكتبي وحمد بن علي بن جرحة بن مري ومشاري بن ناصر اليامي ومبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة، فمرحبا بهم جميع والله يحييهم. مرحبا بكم يا مرحبا. أيضا مشاهدين الكرام، بإمكانكم المشاركة كما جرت العادة عبر وسم برنامج أندرسكور الرئيس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسم برنامج أندرسكور الرئيس، فمرحبا بكل المشاركات والتغريدات التي من شأنها أن ترتقي بهذا الموروث. أبو علي يا مرحبا بكم السلام. نقول يا أبو علي، المناسبة اليوم أو المنافسات اليوم كانت منافسات طيبة ومنافسات قوية، شهدنا أشواط ملؤها الإثارة والتحدي صباحا والمساء، لعل أشواط الرموز كانت أشواط قوية، ومن الممكن القول بأنها هي الأشواط الأقوى في سن الثنايا في هذا الموسم على مستوى الأشواط العامة. الله يحييك أبو محمد ويحيي الموجودين والمتابعين الكرام. فعلا أبو محمد، اليوم والليلة شفنا منافسة مثل ما ذكرنا قبل انطلاقة المهرجان بأن هذا المهرجان مهرجان استثنائي لما يحمل من أسماء من نوعيات حضرت في ميدان الشحانية، شفناها من انطلاقة المهرجان، شفنا التوقيت الزمني اللي لأول مرة تسجل ميدان الشحانية في الأشواط العامة. اليوم رغم الهواء ورغم البرد على الهجن، إلا أن السبق والهجن الأصايل حضرت بالتوقيت المميزة، شفنا منافسات من الصباح، شفنا التوقيت المميزة سجلت من الأشواط الأولى من الصبح، لا والله عندك، وشفنا الليلة بعد الأشواط الاستثنائية، شفنا أشواط الليلة متعة، قمة المتعة، شفنا النوعيات، شفنا المنافسة إلى خط النهاية، شفنا التوقيت المميزة، شفنا هجن تحدت الهواء وسجلت توقيت قوية، شفنا هجن تغير مستواها من فترة بسيطة بكسر التوقيت القوية، بكسر التوقيت، شفنا هجن شاركت في آخر محلي عندنا في قطر وكان توقيتها اليوم في الهواء وفي التغير المناخي هذا، إلا أنها قدرت تسجل توقيت أفضل من توقيتها بأرقام قوية، بنتكلم عنها إن شاء الله في الأشواط التحلية، ولكن ندل على شيء يدل على إن المؤشر القادم بيكون أقوى، مؤشر الأشواط الختامية اللي إن شاء الله المرتقبة اللي بتكون يوم الجمعة إن شاء الله. أشواط ندعو المشاهدين والمتابعين لمتابعة قناة الريان ليشوف المنافسة والمتعة والنوعيات اللي بتحضر فيها أشواط الرموز. نعم أبو سلطان، أبرز ما لفت انتباهك في منافسات هذا اليوم؟ أنا مسي عليك وعلى الأخوان الحاضرين والمتابعين والمشاهدين وقول لهم أسعد الله مساءكم بكل خير. والله يا أبو محمد، الركض كله طيب لي هنا في الفترة الصباحية والفترة المسائية، ونهني اخواننا كلهم اللي فازوا في الفتره الصباحيه والفتره المسائيه. انا اللي لفت نظري بقول لك الفتره الصباحيه شفت بكره عجيب ركضها ما شاء الله، اللي سبقت الشطر واللي بكره بالملهيه. اي نعم بكره ما شاء الله اجيال الشكل وركض يامعه اداها. انا شفت مركضها يوم المؤسس، لكن مركضها اليوم مغاير عن مركضها هذا وايد ما شاء الله، نهايه وركض طيب. وانا اقول طال عمرك هالمسسات هاي اللي في خاطر السبوق، هاي الناقة ما تتم عند راعيها، ناقة شكلها طيب وركضها أخير عن شكلها بعد هو ما فيها كلام، مذخورة الناقة. نعم والكل اللي ركض الصبح ركض طيب وذا طيب، لكن هاي الناقة
فأنا شفت ركضها غير ونهاية التغير. صحيح. أعتقد أنها سبقت وعصاها في البطارة. نعم نعم نعم. أما الفترة المسائية ما شاء الله شوينا بقول فيها ركض طيب وشوينا منافسة قوية ونهني إخواننا كلهم اللي هالرموز هالخمس هاي كلهم فايزين ومبارك لهم على الفوز والناموس. يستاهلون. أبو ذيب أبرز العناوين. أبرز العناوين طال عمرك اليوم أول شيء نهني جميع من تنامس. أبرز العناوين اليوم أنا يمكن كل بها بارزة لكن عندي شوطين اللي هو شوط خطية وشوط المهندس. خطية طال عمرك نهني هادي بن خليل على الانتقاء وعلى انتقائها وانتقالها من أشواط السيارات لأشواط الرموز وعلى انتقاء النوعية الفوق الممتازة. شفنا اليوم الناقة عرضها اللهم صلي على النبي وسجلت أفضل تيم ما شاء الله بعرض مميز وهذا دليل أن هادي حرصه على اقتناء صمات الرموز في محله ويجري صفقات وأنه مسلبوا خليل على هذا الفوز الغير مستغرب على شعاره. وشفنا الشوط المرتقب من الجميع اللي هو شوط المهندس كل أبناء الخليج ومن مهتمين في هذه الرياضة اليوم يخايلون شوط المهندس وانتقاله خصوصا أنه توه من جاي من ركض ظاهر من ركض ولي العهد الشيخ حمدان إلى المركاض ذا في أقل من 20 يوم يمكن. والمهندس اليوم شفناه وشفنا أدائه المتميز جدا اللي متعودين عليه جماهيره ونهنيهم الناموس ونهني جميع يمكن هذا أبرز اللي أنا شفته ولا كل أشواط الرموز يستاهلون أهلها من يبارك لهم ويهنيهم الناموس لكن بحكم جماهيرية القعود هذا أنا أتكلم عنه وانتظار الجمهور له وبحكم الخطية انتقالها من أشواط السيارات لأشواط الرموز واليوم حققها أفضل تيم. نعم. والقعود هذا بعد توقيته توقيت أناثي ثاني. نعم. أفضل توقيت على مستوى الركض. هو محط يعني الجماهيرية. أفضل توقيت بأجزاء ثانية. نعم. اللي هي الخطية. نعم. ويذكرنا أيضا بتوقيت الحاصل الراشد بن ناصر بن جبر النعيمي. نعم نعم. الحاصل أعتقد جاب. صحيح. وعشرين. نعم نعم. هذا من القعدان اللي تيم تيم. واليوم ترى مو بجو تيم. على فكرة أن يعني لا يخفى على الجميع يمكن اللي في الميدان يدري أن الجو اليوم هو بجو تيم لكن المشاهدين اللي هم موجودين معنا في ميدان التحدي اليوم هو بجو تيم لكن اليوم قوة الحلال حطت التيم على ما قال في من الأيام الممتازة. القعود بعد باللي عليه الثاني أبو محمد ترى فرق عن الجعادين اللي ثاني على المهندس. المهندس نعم. نعم اللي هو عرنين. نعم. الخلفان بن أحمد القبيسي. القبيسي نعم. هذا القعود ما شاء الله هدى أداء طيب وركض طيب والسلالة انتبه منها بعد من سلالة طيبة. صحيح. وأنا أقول هذا بعد إن شاء الله هذا الرجال عنده نية تبيع هذا القعود ما يتخلى. نعم. اللي هو عرنين محل يقعود طبعا ما بيأخذ مهندس بيأخذ يمكن يرفع في مكان بعد غير. صحيح. يقعود في محليات كلها بعد نصيب الأسد. أقول المهندس كل حال القعدان يبون فرق. نعم. هذا الحين أبو نواف الربع يمكن تكلموا على المهندس وعلى الخطية. نعم. لكن إذا بنتكلم عن بقية أشواط الرموز. نعم. عندك الفهدة. صحيح. نهاية قوية نهاية لا تجارة في الأمتار الأخيرة. عرض مميز. نتكلم على متعود بن مقارح. نعم. اللي اليوم تنافس مع قعود بن غدير. صحيح. حتى الأمتار الأخيرة. نعم. نتكلم على المدهشة دهشة. نعم. اللي أدهشتنا وأنا أقول لك دهشة امتازت بنهاية اليوم. صحيح. يمكن ما شفناها في بقية الأشواط. وهذا ثاني رمز لها في 20 يوم. ما شاء الله تبارك الرحمن. الرمز الثاني. مكرم اللي اليوم كرم بالخنجر بالمليون. صحيح ابو محمد دائما اسعد عليك وعلى اخواني المتواجدين وعلى متابعي قناه الريان اسعد الله مساكم جميعا. ابو محمد نحن اليوم استمتعنا واستمراريه الاداء المرتفع شاهدناها في كل الاشواط لكل شوط يمكن سيناريو اختلف عن الثاني. استمتعنا بشوط مهندس مثل ما ذكروا الاخوان كذلك ايضا شوط الخطيه شوط بكره بن يابر نعم فهده كان شوط ايضا واداها مغاير تماما ظهور الأبطال وانفردت يمكن انفراد عجيب ونهاية ما شاء الله ولا أروع. كذلك أيضا متعود اللي غير قبل خط النهاية بأمتار قليل بأداء قوي وكان الشوط أيضا تنافس إلى حد كبير بين الثلاث المراكز الأولية أسفر عن تقدم متعود في الأمتار الأخيرة هذا سيناريو أيضا اختلف. كذلك تابعنا سيناريو مدهشة اللي أدهشت الجميع بانفرادها وأداها وانقضاضها ويمكن ما دور عصاها إلا بعد ما استلمت المركز الأول وبدأت تنفرد. أنا أقول الناقة هذه أبو محمد نزال عصوها من أخطر البكار اللي موجودة اليوم في سن الثنايا. صحيح. نهايتها
البكرة يمكن أنا أقول لك استعراضي البكرة عاد عندها يمكن تقريبا 70% صحيح ما شفت إلا 30 والبكرة لو أخت الجزيرة وأخت خود وأخت ارتياد وأخت النادرات أكيد أنها بجعرضها مميز بغض النظر على الأشياء هذه نعم. ذكرتها أنا أقول لك البكرة اليوم نهايتها يا أبو ذيب ولا موت الربع لو طلب منها بندري بتروح بالتيم تحت بعد صحيح ولو جروها بعيد ومحمد عنده عادة ثانية عرضها في دبي أمس قبل 20 يوم ضافت الرمز بعد اليوم قبلها بعشرين يوم والعرض كان مميز استعراضها الشاب بن دري ركض في المركاض هذا كلهم ما شيء جاب النتيجة بس الناقة هذه بنات الهرش يجمل صملت لا عنده خلة استعراضها غير عن باقي الحلقة دهشة نهني بن دري ناموسها ونهني جميع من فاز في مساء هذا اليوم وصباح هذا اليوم البكرة هذه رأيها حافظها مركضها صغيرة يبغيها طال عمرك كل ما كبرت ما شاء الله كل ما أدت والبكرة هذه عاد عندها رصيد احتياطي من الركض غير اللي انتو شفتوه ما شاء الله تبارك الله يوفقه ان شاء الله ويبارك لي فيها وركضها يمكن سببين مبارك كان خذبها من تشعيراتها أمها ناقة طيبة بعد بنت شاهي ما شاء الله إذن دعونا ننطلق في تحليل الأشواط الرئيسية لهذا اليوم والبداية مع الشوط الرئيسي الأول المفتوح الفهده اللي اليوم صراحة أنهت نهاية قوية ولا تجارة حقيقة بشعار الشقي نزف التهنئة إلى سعيد جابر الحربي على هذا الفوز والذي نقل السلامات من هنا من ميدان الشحانية إلى ند الشبا في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نهنئ كل جماهير هذا الشعار اللي قدم لنا من الأسماء الكثير القفاي وحربة وغيرها من الأسماء نعم حامد اليوم الفهدة ب 12 دقيقة و 23 ثانية و 38 جزء من الثانية تنتزع الشلفة الفضية والمليون ونصف المليون كيف استطاعت الفهدة أن تنتزع هذه الجائزة؟ في البداية أبو محمد مسي عليك وعلى أخوان المحلين مشاهدين قناة الريان ونومس لسعيد يابر عفوز الفهدة اليوم سعيد يابر قدر ينتزع الشلفة بكل رياحية الناقة هاي ما شاء الله أبو محمد قامت مقدمة الشوط من خيرة الحال اللي مرشحة من اللي هي ناقة شهواني الوجبة صاحبة رمز قبل أيام قليلة في المملكة العربية السعودية غير الحلال اللي هن مرشحات رونق والحلال الباقي اللي حلو المركز الثاني منهن الضبي فحلال كله طيب اللي مشارك في الشوط من عويضان جا الثاني المسك من عويضان اللي هي بعد سبق وسبق من عويضان واحد اللي هو سعيد جابر خالة بن عويضان خالة نعم وحلالهم واحد ويستاهلون لكن الفهد اليوم هي فارقه مستوى محمد الناقه هاي ما شاء الله قامت في مقدمه الشوط يمكن اللي متعودين في اشواط الثمانية كيلو في سن الثناوله العيل الناقه اللي تقوم في مقدمه الشوط وفي شوط رمز تكون نهايتها مش مثل نهايه الفهد لكن نهايه الفهد اليوم ما شاء الله نهايه قويه قدرت تحط فارق بينها وبعدها ما طلب يعني يعني بأوامر مباشره يمكن عند اخر 200 متر الناقه ما شاء الله مرهية على الحلال اليوم لا ما شاء الله حتى المسك اللي حصلت على المركز الثاني مضمرها عبد الله بن هيان قدر ان يحافظ على مركزه مركز ثاني يعني يشوف الناقه اللي قدامه مسرعه ولا 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 ما فيها حيله يعني ما فيها حيله الناقه خلاص الناقه يشوف فن مروحه فانه مثل سعيد جابر واحمد جابر على فوزهم اليوم بالشلفه في شلفه الثنايا المفتوح وتعلق شعاره الموسم هذا سعيد جابر حصل على رموز دبي شوف اليوم حصل على رمز من أغلى الرموز من أقوى الرموز في سنة الثنائي نعم. يقولون حامد الخال والد نعم. من البر أنك تسبق خالك شوف شوف يا سعد ما في خالك ولا أبوك ولا أخوك نعم ولا حلالنا واحد ولو هو موجود بن عويضان استلم الشلفة بنفسه اليوم اللي نعم واستلمها في دبي أمس نعم. فوزهم واحد ما يحتاج اليوم مبارك في هذه اللحظة خلاص أنت كمنافس تسلم أوراقك وتحاول أنك تحافظ على مركز متقدم لأن اللي نشوفه الآن الفهد حسمت الموقف البداية نتقدم بالتهنئة والنموس لسعيد بن جابر الحربي على انتزاع الفهد كاس الثنايا المفتوح شلفة الثنايا المفتوح ومو مستغرب على هذا الشعار حاصل على رمزين في مهرجان ولي عهد دبي واليوم نشوفه حاصل على الشلفة والبكرة هذه من نص المسافة المتابع في التلفزيون يقول خطيرة على الشلفة الناقة الله يبارك فيها من قامت ما درت بالركب ووجهها منطلق والناقة بخير وصحتها وشمقانة الناقة يوم طلب منها وامرها عند الكيلو نص الأخير أو الكيلو الأخير اندفعت اندفاع قوية شوف النهاية هذه ما شاء الله نعم ونهايتها وعندها زود بعد ما ضغطوا قاعد يدقونها في آخر الأمتار علشان ما تبرد الناقة ولا الناقة من أقوى الثنايا اللي شفناها الموسم هذا تقدم لهم بالتهنئة والناموس على هذا الإنجاز وهذا يعطيهم كذلك بعد دافع معنوي هذا غانم بن سعيد العويسي نعم هذا مضم هذا عامر بن سعيد الوهيبي وغانم بن سعيد
يستلمون شلفه الهده من رئيس نائب رئيس اللجنه عبد الله بن محمد الكواري. هذه من التاريخ الصوره هذه، يعني هذه فرحه الواحد اللي يستلم رمز في مهرجان كبير مثل مهرجان سيدي سمو الامير الوالد، هذا بروحه للتاريخ. وهذا بعد كذلك فوز الفهده اليوم يعطيهم دافع معنوي، يعطيهم روح شجاعه في شوط السيف، عندهم ناقه مرشحه للسيف مشاركه في شوطين السنه، شوط السيوف كلها وصيفه السيف ومن اقوى المرشحات. فنتمنى التوفيق لهم ان شاء الله واخوانهم المشاركين. هي مش رايه يوم قلتوا اسم الغراب بس بيدخل بمداخله. انا بهني سعيد يابر والده اخوه احمد ومحمد وعلى هذا الفوز والناموس، على فوز الفهده والفهده تنحدر من سلاله الشبابي على فكره، هذا السبق مو بغريب عليها. صحيح. نعم. ونهني بعد اللي بايعنا علي بن سلطان بن رشيد. ونعم. دكتور بعد تظهر عنده مطيته ما شاء الله يوم تاخذها عنده السير في زود ما تنقص. ولا ننسى بعد منتجها اللي هو القمزي، بعد نقول له حافظ على امها اللي تنتج انتاج من انتاجها الطيب في هذا. نعم. ما شاء الله يستاهل. ما شاء الله نهايه يا ابو محمد، شفت يوم قفت عن الشوط. صحيح. صدق انه الواحد يحسب للثاني. صحيح. يعني ما يحاول فيها خلاص. جفية تجفية اليوم بنات لها رشا، خلينا الرموز الفايز والشبابي. بنات الشباب البارحة واللي لبنات الشباب ما شاء الله. نعم. وقريب الشبابي جدعتها الغدير عليه الظاهر. اي نعم. انا اقول بالنسبة للنهاية الغير مستغربة، هذه نهاية غير مستغربة على الفهدة، ابوها الشبابي اللي يبعد من الحلال ويدبر مع السيارات. صحيح. فالنهاية العملية وراثية موجودة. صح. في الجينات. نعم. يستاهل اخونا سعيد جابر ويستاهلون من فازوا، ويسلم عليكم اخوكم سالم بن طرشوم ويهني جميع من فاز على الرموز في هذا المساء. جاري يسلم وياك. اذا ننتقل الى الشوط الثاني، الشوط المرتقب ومثل ما يمكن اسماه الجمهور شوط المهندس الذي استطاع ان ينتزع الخنجر الفضي والمليون بدون اي اوامر تذكر، من الحالات النادره في اشواط الرموز وتحديد الاشواط المفتوحه. نهن مالك المهندس الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير واخوانه جميعا وانجالهم على هذا التالق، ونقول ابو ناصر المهندس كان على الموعد وهندس الشوط كيفما يريد الواثق. صحيح. في البداية نحب النومس مبارك لأخواننا اللي تنومس في الفترة الصباحية والمسائية. الشوط المهندس محسوم من البارحة، يعني من أتفقوا الأخوان المحللين والشارع الرياضي أن المهندس ما راح ينسبق بحكم مراكيضه وأدائه اللي شفناها قبل. اليوم المهندس طال عمرك من يوم قام الشوط وهو في المركز الثالث الرابع أول 4 كيلو، وتلفت البعير تلفت في الشوط، كأنه يكلم نفسه يقول متى بتوكل على الله وبمشي قدام. عندما وصلنا كيلو تقريبا 5 اللي يقول أبو سهيل لقطعت الثمانية باقي 5 كيلو من الثمانية، ولا وجه البعير. نعم. مروح وجاب تيم طال عمرك قوي ولا هي غريبة على المهندس. والمهندس الآن طال عمرك جمهوره في الخليج كافة، الآن الناس ينتظرون المهرجان القادم عشان يشوفون المهندس، وأنه مسلم نغدير هذا السبق وهذا الناموس ويستاهلون، ولا هي غريبة على المهندس هذا السبق. البعير اللي جاء عليه ثاني ما قصر والله، أداء طيب. نعم. حاول محاولات جادة. حاول محاولات جادة. نعم حقيقة يعني، ولكن البعير هذا ما شاء الله تبارك الله. المهندس ما أدري كان فيه دعسة 5. لا المهندس اللهم صلي على النبي 12. 12 هذه ب5. الله يبارك لهم إن شاء الله الجميع. يستاهلون الناموس. اليوم أداء بريحية يا أبو مثل المهندس، اليوم شفنا أداء الرهاء. شوف عرنين على المركز الثاني. عرنين طمع راعيه في انه ينافس المهندس وانه يلحق المهندس، وعرنين صراحه لحوقه لحوق طيب واداء ممتاز، لكن البعير ما له بعير. نعم. البعير ما له بعير، ويمكن اضاف عرنين للشوط نكهه. نعم. بلحوقه وبعرضه على ثار المهندس، لكن المهندس اليوم شوف المهندس الحين يغرد خارج السر. شوف المهندس الحين لا بغض اسمه لظهر وعصاه بيندفع اندفاعه قويه، وهو ولا جاته اوامر مباشره البعير، يعني يمكن ظهره وعصاه بس عشان ينبهون البعير. شوف الحين لو ان المهندس بعد جاته اوامر طفيفه بعد كان اليوم توقع ان التوقيت عنده. الجو اليوم جو تيم يا ابو ذيب. لا بغض النظر عن الجو تيم كان سجل افضل توقيت، هو افضل توقيت بينه وبين افضل توقيت اجزاء، لكن كان فرق بالتوقيت بعد.
والله المهندس على ما فارقه ولا له بعير اني قناه ما له قعد اني الله يبارك لهم ان شاء الله يستاهلون اليوم اثبت الجماهير ان كل اجمع على محمد وعرنين الليله بعد ما كلهم مثلنا اسرع الشاهدين اللي اثبت وجودا والحوبه ومضمر ترى قال انا ما حسبت على الشوط الا ما انضمنت الثاني حاولت اني اقرب ولا ادري ان المهندس قعود يتميز بهذا وقوي وقعودي ما قصر ايضا نعم تأشر الكيكة نعم هذه الكيكة مقدمة من سالم بن عبد الله بن نورة وعليها صورة المهندس وكاتب عليها تستاهل الناموس يا ابو راشد مقدم الكيكة سالم بن عبد الله بن نورة شكرا لك يا بن نورة ويستاهل المهندس هذا التكريم بهذه الكيكة تفضل بنوة كنا في إشارة على أداء المهندس وأداء عرنين اللي منظرم المهندس أجمع الجميع أبو محمد إنه من أفضل الجعدان على الساحة الخليجية وفعلا هو يثبت ذلك اليوم نحب بجانب شهادة مهندس نشيد بعرنين اللي شاهدنا منها هذا الأداء وليلة البارحة أنا شرت أن عرنين أيضا من الأسماء اللي نحسب لها حساب وفعلا كان عند الهقوة وعند هقوة مضمره ومالكة والله يبارك لهم في النوعيات اللي طيبة. تقدم وتجذب إلى أنظار الجماهير كل بعير له جمهور وكل قعود يكون له قاعدة هذه القاعدة يمكن تستمر من الركض إلى ما بعد الركض إلى عالم التفعيل وفيما بعد من هذه المراكيض تتكون الفكرة هذا نعم. محمد رعيها ملول على فكرة رعي عرنين رعيها ملول رعيها ملول لولي هملول لولي القبيسي ها؟ اي نعم هملول عاد مبطي الله يرحمه اي نعم محمد مبطي الله يرحمه بن خثمان القبيسي ما اخذنا عند حياة علي بن غدير هو من تاج علي بن غدير هملول ليابها جبار وياب السلالات هاي انتاج علي بن غدير هو بعيد نعم علي بن غدير ولد عمك يا راشد بن حمد بن غدير عم راشد عم راشد اي نعم وهذا محمد مبطي بن خثمان القبيسي طعمه هذا علي بن غدير اي نعم إيه هذا هو انت ترى قلت معلومه ابو سلطان قبل شوي نعم. على ام الفهده ام الفهده من انتاج سعيد بن راشد بن حمد بن غدير للتصحيح اي نعم عموما مشاهدينا الكرام الشوط المهندس شوط استثنائي بكل ما للكلمه من معنى المهندس اعتقد بان سيقوم بتصميم منصه خاصه او خزانه خاصه فيها رموزه هذه كلمات من المهندس في المهندس يقول يا مهندس الناموس ومهندس التيم أنا أشهد أن الصدق حاكم زمانة. في كل دار لحفاوة وتكريم وفي صفحة الترشيح الأول مكانه يا محرم الأول على الغير تحريم كأنه غدا للرمز صمامة مانه متخالطا في دمه الضبي والريم ومن الوحش زوله وعجل رمعانه ما يجيك سبق السبق فوتو وتحكيم يجيك مرهي والعصافي بطانه ما يجيك سبق فوتو وتحكيم يجيك مرهي والعصافي بطانه وبصمة الواثق تعلى على الغيم كأنه يقول إن الزمن لازمان صح الله لسان المهندس رعيها المهندس نعم شوف هذه المقابلة المهندس وشاعر مع سالم بن راشد بن غدير بعد فوز المهندس الأسطوري سالم بن راشد بن غدير تستاهل فوز المهندس بطل الميادين اللي الليلة ينتزع الخنجر والشوط المفتوح والمليون ونص والنواميس أيضا الله يطول لي عمرك ويسهل لك خير يا طويل العمر هذا بطل مرشح من كل الجمهور من المحللين بالإجماع من كل اللي يعرفون هالركض رشح المهندس والحمد لله ما خيب الترشيحات اللهم لك الحمد والشكر مثل ما تعرف طويل العمر هذا السلاح ذو حدين كيف كان الشوط الليلة؟ القعود كان فيه هواء وكان فيه خوف على القعود انه يدفع في الهواء ياثر عليه بما انه قعود معروف انه دفوع والله شوفوا هو للامانه نحن كنا تحت ضغط شوف الانسان اللي عنده مطيه سبوق دائما يكون شوي طالع تحت تاثير الحبوس بس للامانه الشوط مثل ما شفتوا شاف الجميع يعني اعتقد ان من بعد الاول كيلوين ما خفت من الهواء ياثر على مستوى القعود لا شوف الهواء على القعود وعلى الارتشاب اللي عنده في الشوط يعني إذا بيأثر عليها أكيد إنه بيأثر على المجموعة اللي معاه في الشوط بس لا لأمانة بعير سبق بأقل مجهود يعني بدون أي أوامر يعني البعير لسه عنده احتياط كبير اللهم لك الحمد والشكر نقول إن شاء الله الله
نعم سلم اعضاءه ويمله لنا ابو راشد. هذه يمكن ظاهره نادره في مستوى المهندس السابق. هل من زمان ما مرت عليك نفس نوعيات المهندس؟ يعني عقب كم سنه سواء في المشترى في الانتاج تمر عليك نوعيه مثل هذا القود؟ النوادر دائما سواء في عزبه بن غدير او العزب الباقيه، ممكن حتى المؤسسات الكبيره دائما السبق على قولة المثل يعني المربيات في كل وادي. بس النادر دائما تكون سميت نادر لوجود يعني ندرة وجودها تمر عليك. السبق اللهم لك الحمد والشكر السبق موجودات عندنا وعند غيرنا. متى تتكرر؟ يوم الله صعبة. يوم الله يكتب لك تجيك. مثل المهندس وكذلك على سبيل المثال الشبابي والجزيرة، هذه ندر. هاي مثل الشجاع اللي كل 30-40 سنة تجيك حبة. فإذا جات لازم يحافظ عليها المالك. والله أن نحن طال عمرك باذلين الجهد على الحفاظ وعلى التجهيز الطيب، بس في النهاية طال عمرك نحن نتعامل مع كائن حي. صحيح. يعني وهذا مسابقة وركض وسباق. نعم. والسبق دائما حق مشروع للجميع. نعم. احنا طال عمرك المهندس نوع جمهوره ان اللي نقدر عليه بنسويه. كم رمز في رصيده الان؟ الليله الرمز الخامس، ماخذ رمز في سن اللقايه في ميدان المرموم، ماخذ طال عمرك ثلاث رموز، رمزين في الموسم الماضي في سن الاذاع، راح السنة الموسم الماضي ميدان الصياهد، وبأمر اللجنة لحسب التسنين رفع أنه يكون ثاني، قالوا أنه ممكن. نعم. وخذ رمز ثمانية سباق بالثمانية وهو إذاع، والسنة رمز سيدي ولي عهد إمارة دبي، وهذا الرمز الخامس. نعم. إذن تهانينا مرة أخرى للمهندس ولجماهير المهندس العريضة. ناخذ التغريدات المشاهدين. طاهر حسين يقول بعد إذنك أخوي سعد، ليش الحلقات على اليوتيوب تتأخر بالنشر؟ أتمنى معالجة هذا الأمر. بكرة إن شاء الله المهندس يقول يتكلم عن المهندس أنه توقع أن يكون صاحب رمز المفتوح. إن شاء الله منك يا أخوي إلى قسم الآي تي عندنا باستعجال تنزيل حلقات البرنامج على اليوتيوب. حسن بن سعيد المحاربي يقول أنه طالب الواثق بعدم فتح جهاز الضرب للمهندس مرة ثانية. هل لا يوجد منافس للمهندس اليوم في سن الثنايا؟ شوف المطية مثل ما قال قبل شوي أخونا سالم الراشد، هني ناموس المهندس وعلى كلمته، هو قال نتعامل مع كائن حي. مطية ما يندرى، إذا المهندس في يومه ما يحتاج ضرب، بعير بروحه يخدم روحه ومع السماعات يستجيب. ولكن إذا البعير مو في يومه، اللي عارف المحضرين ما هم محضرين مطايا عادية، محضرين مطايا يبون يسبقون. وأكبر فخر للمشارك أنه ينافس المهندس أو يسبقه. صحيح. الزعيم الحر يقول مساك الله بالخير يا أبو متلع وضيوفك الكرام، وكما قلت البارحة أهل الإمارات سيطروا على الرموز. لا، أنا قلت تناصفوا مع هالقطر، ثلاث رموز أمس كان ثلاثة اليوم 4-2. يقول الزعيم الحر أبو متلع، أشوف أبو ذيب السنة هذه عكس العام. أيوة. ولا توه يسخن وبيظهر في وقت العاصفة والرئاسة والشحنية. يمكن قم هالبرد. لا يستعجل. إن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. أبو علي يقول يمكن لك مستبرد. مستبرد ليه مستبرد؟ يمكنك أنا طال عمرك نتكلم، أنا يمكن حنا ناخذ حريتنا، هجن الشيوخ، هجن المعازيب، هجن الجميع، ناخذ حريتنا في الكلام عنها، وناخذ حريتنا في التحليل. ولكن يمكن هجن الجماعة بعضهم صدره ضيق، لو تعطيه الحقيقة كاملة حمس عليك سنتين ورا بعض. لكن احنا هجن الشيوخ، هجن المعازيب، الله يطول عمرهم، معطينا المساحة كافية. ليه يا ابو ذيب؟ يعني بعض الملاك ما يتقبل النقد. نعم. انت نقدكم فني. شوف انا بقولك حنا نقدنا فني، لكن بعض الروح ما هي برياضية. لو اقول كلمة مثلا جاء ثاني نزل المستوى، بس كلمة اني قلت نزل المستوى هذه ترجمها اخرى. انا يمكنني انا اكثر اقبض التحفظ اني احلل على شواطئ العامة بسبب ان الروح ما هي برياضية عند اكثر الجماعة الله يذكرهم بخير. عند الاكثر ولا عند البعض؟ لا عند الاكثر انا اقول، مو عند البعض، لأنك لا تكلمت بالحقيقة. الحقيقة مزعلة.
لا بس يقعد الصورة اللي تتكلم ما عليك من كلامها. رأيك يتكلم عن صورة. الناس بالحق حكم الشيخ مرضاها ما ترضي الناس لو أنك تحججها. الله يرحمه. لكن حنا طال عمرك هجنا المعازيب سواء المؤسسة اللي حنا نشجع ولا المؤسسة الثانية ناخذ حريتنا فيها، ناخذ حريتنا في الكلام، ناخذ حريتنا في. بس في أنت ما تتكلم عن أشخاص ولا في حالات، أنت تتكلم عن نقد فني في أدا هجن. ما تكلم على اشخاص ولا عن احنا تكلمنا بس هل تتفق معاه ان اغلب المشاركين في الاشواط العامه روحهم غير رياضيه لا ما يتقبلون؟ اقول ان شاء الله روحهم رياضيه وممكن بعض ممكن ممكن البعض لكن اقول كلهم ولا اغلبهم لا ما اقول هذا الكلام. اقول العرب ترقب لحظه يا ودي ترقب البرنامج عشان تسمع النقد. زين انت معاك البرامج التلفزيونيه التحليليه لسباقات نجم بوذيب لها سنوات لها صحيح. سنوات لكن احنا شايفين ان الوضع بعضهم لما انك واجهته يلحقكم مشروع كانك ما اخذنا حدا والديه يلحق الناس ترقب البرنامج عشان يعملوا النقد وشوفون التحليل. ولا اقول الصحيح اقول الصحيح اللي احنا نشوفه حتى في الترشيح ذا الحين لما رشحته شكرا الله يمسيه بالخير المذيع الدوسري اللي في البل يقول الحقيقه الغايبه الحقيقه الغايبه الحقيقه الغايبه موجوده. سعاد الله يجزاه خير ذا المغرد. اي نعم ابو ذيب صدقه يحسب انه الحين عنده تحفظ. ابو ذيب ما دارنا ظاهر على ظاهر على هو يحسب على عنده تحفظ. ما عندك تحفظ يا ابو ذيب. لا عندنا تحفظ عندنا تحفظ احنا ليه انا وش اللي يمكنني ازعله فلان ولا ازعله فلان. هل صحيح ابو سلطان باعتبار انك انت من الناس اللي بدوا في الاستديوهات من بدايتها الاستديوهات التحليل سباقات الهجن، هل صحيح بان غالبيه هل الهجن يتحسسون من كلامكم كمحللين؟ ما ظني كلهم لا الغالبيه يقول لك ما قال لك كلهم لا 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 ما الغالبيه ما 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 ما, ما كلهم لكن عده يمكن بسيطه ما تنطرى كان حد من يتحسس يا بسيطه كان يعني. حد التحسس يا سعد الحمد لله ما سمعنا حد بيتحسس التحسس عند بعضهم على كلام اللي قلناه وكلام اللي نقوله في الاستديوهات ما سمعنا الحمد لله حد بيتحسس الا بعضهم كان حد بيتحسس ولا قرانا ابو سلطان بعضهم شفناه في اللقاءات طال عمرك يقول ما رشحوه بس هذه النقطه ايه عند الترشيح متحسس عند الترشيح كيف تبني يتحسس عند تحليل شوط لا شوف بقول لك التحسس عند بعض الملاك عند موضوع الترشيح كل واحد لا بس هو يقول لك ابو لكن كان امور فنيه ما بيتحسس نعم بس هو يقول لك ابو ذيب يقول انا امتلك الجراه اني اقول ان غالبيتهم يتحسسون يقول حتى التحليل يقول لدرجه انك كانك ساب حدا والديه هل هذا لا موجود لا 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 ما هو بهالدرجه يا ابو سعد يا ابو محمد اول شيء وجهه نظر لا معلش شوف اول شيء طال عمرك اول شيء سعد الملاك تحسسهم يا سعد جزء مو بكل الملاك جزء منهم عند موضوع الترشيح يتوقعون اذا المحلل رشح مطيه انه يتمنى هي اللي تسب بعد لا ابو علي بعضهم ما يحب ترشح عنده بعد لكن انتقاد على النقيض الاخر موجود وضحت وجهه نظركم بس سعد لبيه النقد في موضوع التحليل الفني ما اعتقد الملاك يعني قوت مطيه فلان استعجل عليها ولا اخرها ولا ما هذه امور فنيه صحيح ما اعتقد الملاك الذين يزعلون من الامور الفنيه. واضح وجهه نظرك ابو ذيب وضح وجهه نظره. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود من بعده لمواصله تحليل الاشواط الخاصه بالثنايا العمانيات وايضا الثنايا الانتاج. إذن مرحبا بكم مشاهدين الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل لنواصل الآن التحليل ننتقل إلى الشوط الثالث شوط الثنايا البكار العمانيات والتوقيت الأفضل مع الخطية التي نقلت السلامات من ميدان الشحانية للخطية بعد وبني هاجر يستاهلون ويستاهل الجنرال عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني وهذا الشعار الذي قدم اليرموك وفاز بالسيوف وفاز بالرموز في عالم سباقات الهجن. نهنئ كذلك المضمر سعيد بن راشد الزعبي وتميم بن هادي وأيضا تهنئة خاصة لتميم بن عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على تتويجهم اليوم بالشلفة الفضية والمليون ونصف المليون. مبارك
اليوم منافسة أو عفوا بمبارك، أنا وعدت حمد عند التحليل عفوا حمد أنا بمبارك واحد ما يحتاج أنت واحد، لكن حمد اليوم المنافسة كانت حتى الأمتار الأخيرة بين الخطية وبين واصلين. نعم الليلة استمتعنا في هذا الشوط، شوط كان استثنائي للمنافسة اللي شفناه في هذا الشوط، شوط تقدم واصلين من بداية الشوط وحط المسافة اللي حطتها بينها وبين المشاركين لين اللحظات الأخيرة، وإحنا متوقعين الشوط بيكون شوط واصلين، ولكن واصلين الليلة بطلة غير متوجة على مستوى اللي شفناها الليلة. الخطية يحسب لعبد الهادي اختياره الخطية ولمضمرها سعيد بن راشد الزعبي على مستوى الليلة اللي وصلوها لهالمواصلين هذه الليلة. استمتعنا بشوط الثنايا العمانيات. يمكن لو بنتكلم عن الجانب الفني يمكن نقول الناقة هذه اللي هي واصلين إذا راعيها استعجل عليها، إذا هذا مو بمقارها نقولنا راعيها شوي استعجل عليها، ولكن اللي يحسب للخطية إنها قدرت تقلص المسافة بينها وبين الناقة وقدرت تتجاوز الناقة رغم الضغط اللي واجهتها ومستوى واصلين اللي ما نزل، لكن قدرت إمكانيات الخطية إنها تحسم النتيجة مصالحها. صراحة الليلة نشوف ثنيتين من أفضل الثنايا العمانيات وكل واحدة منها لها أداء ركض يحسب السعيد براشد ما استعجل ما راح مع واصلين هنا اللحظات هذه توقع أن الشوط شوط واصلين سعيد براشد ركض على الناقة، ترى دخلنا في الأمتار الأخيرة والناقة منفردة والناقة قلنا أنها يعني بيكون عندها مساوى، لكن سرعة خطية مستواها مساير راعيها لها الليلة نقول بيض الله وجه أبو راشد وبيض الله وجه أبو تميم على اختيارهم للخطية والليلة تمثيلها والمستوى اللي شفناه وتحقيقها لأفضل توقيت زمني. واصلين ترى يا أبو علي نهني مالك السابق واللي منتجها خميس بالصوم واصلين ترى يستاهل خميس بالصوم ناقهاي ما نسبق ثاني يومين حقه تسجل توقيت يستاهل محمد اللي جيب نوعية شوف هاي مخوذ مركزة عند خميس بالصوم ما خلصت الشوط الأول بعد الرموز. نعم فهد اليوم منافسة كانت حتى الأمتار الأخيرة بين واصلين المسند وبين خطية الشهواني. بالنسبة بداية نهني أخونا عبد الهادي بن خليل الشهواني على انتزاع الخطية رمز العمانيات، وكذلك نهني أخونا ناصر المسند ونهني المضمرين أبناء العمومة سعيد بن راشد وراشد بن بطي، فكلهم اليوم فائزين يستاهلون طال عمرك. وهادي بن خليل نشكره على الاختيار ونشكر فريق المستشارين في اختيار الخطية وانتقائها بعد فوزها في الشوط ما بعد الرموز في ميدان المرموم في سباق ولي عهد دبي، وإحنا يمكن رشحناها البارحة الناقة طال عمرك بطبيعة ركضها مثل ما نشوفه قلص الفارق كذلك ما بينها وما بين المشاركين في الأمتار الأخيرة، عندها سرعة انقضاض على خط النهاية مثل انقضاض الفهد على فريسته، فالناقة يعني ما شاء الله من خيرة الحلال ومن خيرة النظرات اللي تم اختيارها الأخونا عبد الهادي بن خليل. وعبد الهادي بن خليل الشعار دائما شفناه يتواجد في الرموز ويتواجد دائما في أشواط السيوف وأشواط المنافسات على مستوى مشاركات هجنة، فيستاهلون. ولا ننسى دور المضمر سعيد بن راشد الزعبي على حسن التضمير وحسن المساير. الناقة يعني واصلين شفناها باعدت ما بينها وبين جميع المشاركين إلا أن الخطية قدرت تقلص هذه المسافة، الكل منهم يطمح للسبق ويطمح للحصول على الرمز مثل يعني ما قال أخوي حمد. يمكن راشد بن بطي استعجل، راشد بن بطي ما استعجل، راشد بن بطي عرف مستوى المطايا اللي وراه، راشد بن بطي حاول يقلص المسافة يعني يعمل فارق ما بينه وبين المشاركين، ولكن هي مقسومة لمن ياخذها ولمن يحصل على الرمز. كلهن صراحة اليوم ظهرن بصورة طيبة لا واصلين ولا الخطية، ولكن هذا مقسوم فيستاهل أخونا عبد الهادي بن خليل مرة ثانية، وأبو عبد الله إن شاء الله بعد راح نشوفه إن شاء الله في يوم الجمعة إن شاء الله يحقق ملك السيوف ينتزع السيف. نعم إذن من الآن فهد بن حبابي يرشح الأنيق ناصر بن عبد الله المسند
لانتزاع السيف المنتظر في ختام مهرجان سيدي الأمير الوالد. شعار الشهواني كذلك حاضر في السيف، شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة، شعار أيضا سعيد جابر غدير بن غدير، وغيرها من الشعارات اللي بتشوفونها إن شاء الله في يوم الجمعة. هذه ثاني مرة تليفونك يرن عندنا يا أبو ذي. والله ما هو إيش اسمه سايلنت. نعم هو سايلنت تليفونه. شوف هذه المقابلة مشاهدين الكرام مع ناصر بن مبارك الشهواني محدثنا عن فوز الخطية بشلفة البكار العمانيات. يقول شي سلالتها؟ سلالتها أبوها شاهين المهب، وأمها بنت جبار ولد الفايزة. وش مشاركاتها قبل الشوط الرئيسي الليلة؟ الناقة ماخذة موتر في ركض ولي عهد دبي بعد شوط الرموز، وأهلناها للشوط رمز المحليات اليوم. الليلة الشوط كان نار، كيف شفت الشوط؟ والله الشوط نفس ما شفته، الشوط قوي، لكن ربي اللي وفقها اليوم وبيض الله وجه مضمرها الجنرال سيد بن راشد الزعبي وحمد بن حزام، ما قصروا على المساير الطيب. وانا اليوم متفائل في وجه خليل بن عبد الهادي. نعم اليوم حضر معنا. مبروك يا خليل الناموس، تستاهل. مساء خير وهنيك الناموس يا بريك. يرجع الناموس دايم وفالكم التوفيق والفوز لمن تهدي. اهدي الى سيدي سمو الامير الشيخ تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني، والى سيدي سمو الامير الوالد، والى الجنرال عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. إذن تهانينا والناموس مرة أخرى إلى عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. ننتقل للشوط الرابع، شوط الثنائي القعدان العمانيات، والمنافسة القوية التي كانت بين نقدر نقول بين الصديقين، بين بن غدير وبين بن مقارح. سيناريو الشوط العام هذا. أي نعم، ولكن بن مقارح يتغلب مع معود الظاهر أمامكم على الشاشة رقم واحد متعود، وهو المتعود مع شعاره دائما على الحضور في أشواط الرموز والمنافسة عليها وبقوة. نقول تهانينا وألف مبروك إلى أخونا علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح على هذا الحضور المميز مع متعود اللي وجد منافسة من اللورد لحمد بن راشد بن غدير. طويق أيضا ما قصر، وهو أيضا من الأسماء المرشحة، حل طويق في المركز الثالث. حامد منافسة كبيرة وقوية في الأمتار النهائية، جمعت هذه المنافسة متعود وطويق، عفوا متعود واللورد، وقبلها ايضا كان طويق حاضر في المشهد. في البدايه انه مسلم مالك متعود علي بن حمد المقارح، نقول له ناموس يا ابو حمد، على ناموس دايم. وشفنا اليوم منافسه، يعني الشوط اللي هو شوط متعود امس اجمعوا اكثر المحللين على متعود واللورد لحمد رايد بن غدير صاحب رمز وصيف رمز طويق اللي هو مرشح الاول كان في شوط العمانيات صاحب الرمز في مهرجان المؤسس توقيت مميز، لكن متعود اليوم ما شاء الله كان يعني اصراره على السبق يمكن عند اخر 400 و300 متر. والشوط هذا شفناه يمكن في العام الماضي اللي هو شوط هباش او هتاش، هو هباش اللي هو هباش وشديد بن غدير، واليوم استوى نفس الشوط. فعلي بن حمد من العرب المضمرين والعرب اللي لهم باع طويل في عالم سباقات الهجن، ودائما الريال هذا يوم يوجد السبوق يظهر في نفس الايام. الريال علي بن مقارح ريال له وصله في الحلال ومشارك، ويوم يحصل السوق يكون له تواجد. يعني العام شفنا ممكن اللي هو هباش، السنه نشوف متعود له مشاركات طيبه، العام شفناه بالناقه اللي هي شقر الهجن السيليه يعطينا مطيه حقها. فنومس لعلي بن حمد على فوز متعود، ومتعود من القعدان اللي ترشح وصيف الرمز المهرجان اللي فات اللورد صاحب رمز. وبتلاحظ ابو محمد ممكن اللورد عند اخر كيلو واخر 800 متر استلم المقدمه، وشفنا اللي هو القعود لحل قعود بالنايفي كان للدور رعد رعد ابلا بلا حسن ابلا وابعد القعود. نعم. من الجعود وبعد بعد بعد القعود دبر. نعم. رويه ضغط، شوف ضغطه كان جود. نعم. شو اسمه قعود بالنايفي متعود طويق طويق متعود مسارهم واحد محمد المقارح على فوز متعود بالمركز الاول. وهني بعد كذلك منتجه اللي هو سالم بن عروف الزرعي، نقول له حافظ على ام متعود من سلاله شاهين، وهو بعيد حدا من سلاله مياس ابو عقال. هاي السلاله هو غريب عليها السبق والركب، تبغى السبق اسمه. نعم من من الرويه رويان. نعم من امه وابوه القعود مصمم وعنده صلابه. اللورد ادى اداء طيب بقول لك الليله، وركض ما فيك كلام، لكن بعيد هذا مصمم انه يضحك. نعم نهايه طيبه،
والاثنين ترى ما له سبق دعمك يعني تقريبتهم كلهم متجارب ابو سلطان الاثنين على الضرب والعصا ما لان واحد نعم بالمقالح وبالغدير يعني الجعادين كلهم ما ينقال والقعود اللي في المركز الثالث صحيح نعم. ادى اداء طيب لكن طيب وهذا السبق بيت لاقن من ضمن الجعادين نعم. اللي كان له دور قعود بالنايفه نعم حاول يضغط في البدايه ضغط نعم. قوي على بركه قعود بالنايفه بعد غريب الليله فتح الطريق حق وصول متعود حاول في المشهد كان دائره المنافسه اللي يسبق واللي يجي ثاني واللي ثالث هذا يطعمك في محور في محور السبق ابو مبارك مطيلتي بالثلاث الاوائل نعم. ثابته هاي تسمى شبوك ثابته هاي تسمى شبوك نعم احنا نهني مره اخرى مالك متعود علي بن حمد بن مقارح راعي هباش وايضا راعي العديد من الاسماء المميزه والشعار الشطرنجي شعار معروف ونقول جعل فيه العافيه بن مقارح ومن انجازات ومن انجاز الى انجازات باذن الله تعالى نشوف الان هذه المقابله مع راشد بن علي بن حمد بن مقارح المري بعده تتويجه مع متعود وش مشاركاته قبل الشوط الرئيسي الليله العام في رصيده موترين والسنه هذه في المؤسسه الثالث على الرمز والمحل السابع سابق الشوط الرئيسي المفتوح ان شاء الله كل سجله حافل بالانجازات والنواميس لانه بطل نعم وهو بطل وانت بطل اللي حضرته في الشوط المفتوح وفي الشوط المليون كيف كان الشوط الليله وكيف تعاملت معه كان الشوط صعب الشوط طبعا صعب من اقوى اشواط في الخليج صارت السنه هذه لانه الامير والد مهرجان في قمه جهوز الحلال والحمد لله يا ربي وفقنا على هذا الشوط اذا ننتقل الان بعد تهنئتنا مره اخرى لابن مقارح ننتقل الى الشوط الخامس وهو شوط مدهش مع وجود اسماء قويه ولكن الدهشه كانت مع دهشه التي ادهشت كل من تابع هذا الشوط بقوه ادائها وحضورها نسال الله لها التوفيق الدائم ويستر عليها ونهني راعيها مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري اللي حافظ على دهشه الى ان جاءت لتضيف لها رمزا اخرا في هذا الموسم ابو نواف 12 دقيقه 31 ثانيه 88 جزء من الثانية هو توقيت دهشة كيف تابعتها مع منافسة كانت من فيافي بن غدير وأيضا فتنة ربيع بن علي بن ربيع العجمي نعم أبو محمد البداية متقدم بالتهنئة لمالك دهشة مسلم بن علي بن دري المنصوري على فوز دهشة وانتزاعها لهذا الرمز الغالي دهشة اليوم تابعناها في الشوط أبو محمد أداها كان سلس جدا انتقالها بين المراكز تغير بين المراكز من موقع إلى موقع في انتقال سريع رغم أن الشوط كان في البداية مجرور وفي سرعة زايدة بكرت بالربيع من الأبكار اللي أبلت أيضا بلان حسن وفي البداية من بداية الانطلاق وهي في المقدمة تبادلن عليها السبق إلى أن وصلت فيافي وضغطت نوعا ما لكن في الكيلو الأخير وصول دهشة عطى إيحاء بأن الشوط من نصيبها بعد وصولها وتلقائيتها التامة بدأت تنفرد بالأول واعتقد أن الأوامر اللي صدرت عليها كانت استعراضية بعد وصولها للمركز الأول وعصاها بطانها أصدر تعليمات مالكها ومضمرها مسلم بن علي بن دري للاستعراض فقط هذه بكرة من 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 الأنواع الندر اللي دائما تابعهن في عالم سباقات الهجن وتنحدر من هذه السلالة العريقة واليوم أثبتت للجميع أنها أهلا للترشيح أبو محمد أعتقد أن ابن دري ما احتفظ بها إلا هذا السن وخوزها عن التسعيرات وعن إلا حب في الظهور في السن الكبير واستلامه رموز في مثل هذه النوعيات إذا كانت نعم. عندك نشوف الآن نعم. أبو نواف الآن نعم. فتنة غيرت لربيع العجمي نعم. أخذت المركز الأول في ثانية ودهشة الآن ثالثة بنتابعه ابو محمد بعد السلامه لحد الان ترى بكره ما صدرت عليها التعليمات غير مباشره بالسماعه فقط بعد استلامها المركز الاول بدات الان تتسلل بعد استلامها المركز الاول صدر بن دري تعليماته على بكره وانقضت انقضاض وانهت وخلت فارق بينها وبين الابكار نقول الحق ان الابكار اللي تصارع عن المراكز الاول حتى بكره بن نيان اللي وصلت رابعه كانت بكره قويه والحوقها الحوق قوي وصلت عند بكره بالربيع وحكموا عليها نعتقد الفوت فنش كان أيضا وصولها وصول طيب نلاحظها الآن طلبت على ثركاب واللي أخرت فيافي أخرت يمكن تأخير تكتيكي بعد حما عليها بالعصا وردت مرة ثانية واستلمت المركز الثاني غيرت عند بكرة بالربيع لحد الآن أعتقد أنها دشة أداها تلقائي إلى الآن تقريبا الآن صدرت شوف الآن صدرت عليها التعليمات غيرت مرباعها ما شاء الله تكزث يا الله الآن نزل العصاه نعم هذا اللي يتكلم عنه نعم أقول هذول بنات الهرش يسوون كذا نعم مبارك شوف النهاية هذه
يعني لو متحركة من قبل هذا المكان وهذا الموقع كيف بيكون أداها دهشة؟ كان بيكون أداها قوي وتيمها أقوى من هذا التيم. دهشة ما صارت أي الأوامر ليوم اجتمعن كلهن ظهر عصاها الله يبارك فيها وابعدت من الحلال ولا عاد قال لها شيء. يوم باقي تقريبا 200 إلى 300 متر ضربها ولا أكب عليها كان عادها 2 ولا 3 وجابت لها نهاية قوية الله يبارك فيها. ودهشة من أقوى الثنايا وأخطر الثنايا في الإنتاج ولا في المفتوح. شفناها في مهرجان اسمها ولي عهد نفس الأداء ونفس النهاية. واليوم لكن ما رجعوا إلى عهد حركها من بعيد وجابت لها تيم نفس تيم مفتوح يا ابو 12 و20 12 و20 واليوم ما حركها لعند آخر 200 متر وجابت لها نهاية قوية في رعاية الرمز المفتوح. اليوم مرهيها على الشوط ما درت بركة أتوقع هنا طال عمرك تدخلت السلالة سلالة الفايز ركض دهشة نفس ركض بنات الفايز تكون في مؤخرة الشوط وكل كيلو تزيد سرعتها. الكيلو الأخير وصلت مع هجن مرشحة مثل ثيافي مثل ناكتب الربيع هجن ترى مهي بعادية ولكن مخزونها ومخزونها العضلي ومخزون هنا تبدأ الجينات الوراثية بالعمل. شو اسمه ليش تقوله في واحد كشير لهواي لهواي ما استخدمت هنا يقولك هنا ما استخدمت التنفس الهوائي ما يحتاج هاي طال عمرك على طول طاقتها فل ما شاء الله تبارك الله على السلالة الرجال عنده نية بيع نعم ما عاد تقعد عنده تروح المؤسسات الكبيرة سلالة الفايز سبحان الله تكون مهدية لأن دقات القلب عندها عادية ريلاكس ما عندها ما تنرفز لا ما عندها انزيم الادرينالين مو مرتفع ما تدري شو يستوي في الشوط انزيم الادرينالين عند دهشه ريلاكس عادي الادرينالين في بيت في بنات الهرش في انزيم في الجسم اذا افرز بكميات كبيره يصاب الشخص او الحيوان بالذعر والله وجعت فرجنا تغير غارته ما يسرع ها ولا يهدي ولا عادي وجعت فرجنا تقول هذه دهشه بنات الهرش من بنات الهرش بيات يا نعم السلاله ايه ياخذ لنا الرمز في يوم الختامي هذه من ضمن أبيع قصيدة في بنات الهرشة الأولات طيبات الذكر نعم إذن نتابع هذه المقابلة مع مالك دهشة مسلم بن دري المنصوري ونقول ألف مبروك يا راعي دهشة وفالها التوفيق إن شاء الله في قادم المشاركات. تستاهل فوز دهشة وانتزاعها لشلف الإنتاج والمليون ونصف وهنيك على انتزاعها لهذا الشوط القوي وهنيك ايضا على نهايتها القويه والعرض اللافت. الحمد لله على كل حال دهشه ما شاء الله بكره طيبه وسبوق ولها بغريب عليها السبق قبلها مهاته ما شاء الله سبق منهن الجزيره وخود وارتياد وعجايب وكلن ما شاء الله السبق مو بغريب عليها. نعم سلالتها تنحدر من سلالة الفايز الهرش. نعم من سلالة الفايز الهرش وامها بنت شاهين وامها ناقه طيبه وامها سبوق قبلها والحمد لله على كل حال. نعم بس المستثمرين غيرك والملاك دائما يحبون انتاج الفايز على الهجن المهجنات الغالب عليها او السودانيه ولكن بنت شاهين الليله كسرت القاعده وقالت ان الفايز هذا المطيه السبوق يجيب عليها سبق. ما يحتاج الفايز بعير ما يعلى عليه يعني من اجود الزمول في الجزيره. نعم الفايز البعير طيب ما في كلام ويبن ناقه طيبه. نعم. يوم يحصل الناقة الطيبة بيجيب منها السبوق اللي تسر خاطر الليلة البكرة عرضها لافت يعني ما اكتفت بالرمز البكرة مع الرمز قدمت عرض لافت في الأمتار الأخيرة ما شاء الله عليها تبارك فيها دهشة ما شاء الله بكرة طيبة واحتياطها قوي تبارك فيها بكرة يوم تطلب منها تعطيك احتياط يعني قوي يعني هي أول ما استلمت الرمز والشوط وقبلت على الأمتار الأخيرة كان عندها مخزون احتياطي ما شفنا لا يوم طلبت منها والله البكره هي ما تبت طبيعتها انها ما تبت تروح من الحلال تبت تساير عند الحلال تساير الشوط ما تريد تطلع بسرعه اي ما تبت تطلع بسرعه بس انك يوم بتدقها وبتدور منها شوي لا بتلقاها ما شاء الله تلفت النظر تروح نعم ما عندها شنو انجازاتها قبل الليله والله رمز مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد في ولي العهد والحمد لله والبكره بيني وبينك البكره لا ركضت لا حقه ولا لقيه والعام اللي ذات توه باديه في الاشتراكات وحتى ما راحت في الرموز ذخرتها يعني اكيد لان انك ما تشتركها صغيره اي نعم تبيعها في التسعيره ولا كيف اكيد اني ما كنت عندي حساب اني ابيعها في التسعيره ما تعبت عليها وربيتها لحق الوقت هذا. نعم إذا مرة أخرى نهني مسلم بن دري المنصوري راعي دهشة
على هذا الفوز، ما لهم الا اسماء عندي عقب ذا الليله الا راعي دهشه. وهو وده بعد يستاهل، يستاهل راعي دهشه. ننتقل مشاهدينا الكرام الى الشوط السادس، وهو شوط الثنايا القعدان الانتاج، وفي هذا الشوط جاء مكرم ليكرم مالكه ويكرم جماهير شعار دحبه بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري، وينقل السلامات من هنا من ميدان الشحانيه الى المصانع الجنوبيه. المصانع الجنوبيه يستاهل راعي مكرم. نقدر نقول بنجرحب بان او عندك التحليل بن غراب، الربع حلل وباقي عندك. مكرم كيف تابعته في هذا الشوط وبسلطان؟ والله احنا تابعنا الشوط كله، الشوط ما شاء الله فيه جعادين طيبة وفي هداء طيب، لكن مكرم قعود معروف همبونه عندنا في مراكيضة هناك يركب. نعم عندك الحذر الفلاحي. نعم. بعد نعم. الخيلي عفوا الحذر بعيد عيسى. نعم نعم أداء طيب بعد وراكه طيب، لكن القعود هذا اللي هو قعود من العامري ركضه ما شاء الله الليلة، ولكن الحذر بعد بقول لك تقريبا عاد تيم مرضني بعد الا متجارب يمكن بينهم اجزاء من الثاني. نعم نهني اللي هو راعي مكرم، ونهني بعد راعي الحذر عيسى بن سعيد الخيلي، ونهني بعد اللي عليهم في المركز الثالث مياس بن زهره. مياس بن زهره. نعم. راعي الرمز الاول ادنا اداء طيب وركض طيب بالجعادين هذا، لكن قعود هذا من العام ركض طيب هو تو اللي هو مكرم جاي ثاني في دبي ترى في نعم هذا بن قنزول عنده بوش طيبة ما شاء الله، وعنده هجن انتاج طيبة رغم الفحول اللي عند الموجودة، لكن البوش اللي عنده بوش طيبات بوش بن قنزول، منتجات مكرم وغير مكرم ما شاء الله. نعم فهذا وهذا بعد بعيد عيسى بعد من الانتاج الطيب اللي عند عيسى بن سعيد الحذر لكن طال عمرك المنافسه اللي بينها الليله صارت منافسه الشوط اشتغل من بعيد. نعم اشتغل لان الجمهور ركضها متجارب، طال بن حبيشه هو اللي سحبها ما فيهم اللي ابعد ويرى الشوط بعيد ركض رشاب متجارب. قعود بن حبيشه بعد ادى ركض الليله طيب ركضه قبل ما اعرف عنه، لكن الليله اللي شفته منه ما شاء الله ركض ما في كلام وبدا طيب، ونهنيها على الفوز والناموس. وهذا يا ابو محمد اللي يحبون الرابع هذا الركض ركض قوي ركض رئيسي ركض ختامي هذا. نعم. وانا قلت لك شو قلت لك قبل، قلت لك بتشوف توقيتات في هذا المركاب عجيبه. صحيح. ان الشباب في ذمه ركضهم وهذا اللي شفناه. وشوف انت الحين لو ترجع للمنتجين شوف عندك نعم بن حمرور راعي هجن من مبطي، عندك عيسى بن سعيد الخيلي. نعم. يعني من القامات في هذه القامات عم قوم مرضي وربايعها وغيره وقبل. نعم عندك بن زاهره عبد المحسن. نعم. نسال الله انه يشفيه ويعافيه من رب العالمين. بعد من اللي من الناس المنتجين ومن الناس هاي الركض اللي مسسين الركض صدق اقول لك عبيد بن شيران. أه؟ عرفته؟ نعم عبد المحسن كلام الله يشفيه ويعافيه ويعافيه. شوف شوف ما شاء الله بعيد عيسى سيره ما شاء الله الحذر اللي في المركز الثاني بعد مدي اداء طيب، لكن قعود هذا اللي هو مكرم الليله كرم راعيه وكرم المشاهدين اللي يتابعونه. نعم. رفض انه يعطي المكان هذا الحذر. نعم وسلاماتنا لمصانع الجنوب، وهذا الشعار معودنهم على السلامات بكل انسان في الدوله وخارج الدوله ما شاء الله تبارك الرحمن. اذا منافسه حتى الامتار الاخيره بين مكرم وحذر، الا ان مكرم هو من توج بالخنجر الفضي والمليون ريال قطري في شوط الثنايا القعدان الانتاج. هنا السيد عبد الله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنه المنظمه لسباقات الهجن، وبجواره حمد بن مبارك بن شايق الشهواني في تتويجهم ل الفائزين بأشواط الرموز أو عفوا بشوط الرمز اللي هم عيال الدحبة. أيوة. بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري، نقول جعله فوز دايم وجعل فيه العافية بن حمرور. مكرم اليوم كرم بهذا المشهد وبحصوله على الجائزة الكبرى المليون، ويستاهل التكريم. نعم يا بن غراب تبقى الصدق أبو محمد. نعم مطية. نشوف هذه الكيكة. نعم. اللي أيضا مقدمة بمناسبة فوز مكرم بالخنجر الثنايا الإنتاج للدحبة من قنازل العامري، و12 دقيقة و30 ثانية و12 جزء من الثانية فيها الاسم وفيها التوقيت، ونقول شكرا اللي من قدم لنا هذه الكيكة. من وين جايتنا؟ من جمهور مكرم. حد؟ أي نعم
بدون اسم مجهولة ما عليها وسم مشكور. ولكن نقول من الجمهور. نعم نعم أقول لك محمد المطية اللي تظهر اسمك وفاريك عند هالجماهير هذه أقول بيعت دام المجال ما فيه تسعيرة بيعت وقيمت بمرضة ما يعني ثمنها بقول لك اليوم عمر الجوائز المليونية خلاص راح يسوم بعدين يبيع. أبو مبارك المطية اللي تظهر اسمك في المحافل هذه صحيح. نعم صحيح. نعم هذا إخوان الناموس روحه خي غير صحيح. بجانب الناموس أبو سلطان الجائزة مغري. نعم. الجائزة لكن يا راشد الناموس خير الناموس خير احنا قلنا اتفقنا ان الناموس غير لكن نعم. بجانب الناموس شيء يغري والجائزه من ثمنها نعم طيب والعماره ما قصروا قيمه المطيه اي نعم هذا طعم ملك هاي نعمه الليله الجايه ثاني 800 جائزه نعم. طيب الله لكن يبقى. اللي يقصد ابو سلطان الناموس الناموس نعم الحين خل السن الكبير لكن نتكلم عن سن الصغار الحين صحيح. اللي خذ الرموز ونافس على الرموز ما يضمنون النتيجة صحيح. اليوم بن حباب أداءك 10 على 10 صحيح. ما نقدر نقول 10 على 10 بنقول 11 على 11 اليوم 11 نقطة مع فهد بن مبارك بن حباب حمد بن جرحب 10 نقاط حامد النعيمي 10 نقاط مشاري اليامي 9 نقاط بن غراب انت اليوم 9 نقاط مبارك الشواني 6 نقاط فهد المهندي 10 نقاط أيضا راشد بن حارب السعدي 6 نقاط سالم السندوانة 7 نقاط الصدارة ابو ذيب إيه الصدارة الان مع بن غراب ابو ذيب لا ما جاب طاري تسع تسع نقاط راقب ابو ذيب راقب قال تسع جاب طاري قال جاب طاري زين رقعد بن جرحب وبن غراب متصدرين ب 42 نقطة بعدكم فهد بن حباب ومشاري بن ناصر اليامي ب 41 نقطة بعدكم يجي غانم بن رد الهاجري ب 39 نقطة بعدكم يجي مبارك الشهواني ب 35 نقطة ثم فهد المهندي 33 حامد النعيمي وراشد السعدي ب 27 وسالم السندوانة ب 26 نقطة أنا المهرجان ذا مختلف نعم. شوي هذه من شركة حماية للسيارات الجائزة المقدمة للمحللين هذه من ذا كيك كورنر ذا كيك كورنر الفوالة الطيبة ونشكر ذا كيك كورنر على هذه الفوالة الطيبة ونقول بيض الله وجيهكم على ما قدمته قبل ما أختم أنا ودي أتعاطى مع التغريدات الهجان يقول تحدي اللورد والعيدة اللورد العيدة وبن غدير حديث مجالس أهل الهجن للجمهور طلب فضلا وتكرما باستضافتهم في البرنامج يشرفنا استضافتهم أو نعمل معاهم تقرير إن شاء الله إذا وقتهم يسمح الزعيم الحر يشكركم على البرنامج يقول استفادنا منه الهجان يقول مساء الخير أخوي سعد وعلى ضيوفك الكرام من خلال الطرح المميز وملاك الهجن يتقبلون النقد الهادف وابو ذيب تكلم بالصراحة إيصال ثقافة النقد يتم إن شاء الله بالبرامج اللي مثل هذا البرنامج أيضا محمد الكتبي أو الكتبي يقول عرنين صاحب البندقية في مهرجان جائزة زايد الكبرى وأيضا مشجع هجن العاصفة يقول أمسي على الجميع وأنا ومسلم الغدير شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة أشكر أخواني المحللين على ما يقدمون معي في هذا البرنامج ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.